السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بناتي طالبات الصف العاشر. النهاردة بإذن الله تعالى يا بنات هنستكمل آخر جزء في الدرس الثاني من الوحدة الخامسة، وهو حل تدريبات الدرس الثاني الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأهم أعماله. نبدأ مع بعض بناتي العزيزات حل أسئلة الكتاب المدرسي صفحة 150. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية: رقم 1، تلقى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعليمه العسكري في الكلية العسكرية شيربون، هارفارد، ساند هيرست، إكسفورد. الإجابة ساند هيرست. رقم 2، تولى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الحكم عام 2013. رقم 3، تم إنجاز مشروع ميناء حمد البحري في عهد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، حمد بن خليفة آل ثاني، تميم بن حمد آل ثاني، علي بن عبد الله آل ثاني. نشوف الإجابة، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ينتهي تحقيق رؤية قطر الوطنية بحلول عام، متى ينتهي تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر؟ عام 2030. السؤال الثاني، بما تفسر إشراف سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على انطلاقة اليوم الوطني للدولة؟ لإيمانه بأهمية معرفة الأجيال بتاريخ قطر وسيرة الأجداد المؤسسين لتحافظ عليها وتفتخر بها. 2، بما تفسر افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في عهد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك لرفع مستوى الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين. السؤال الثالث، عدد إنجازات سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: أولا، إنشاء أول كلية للشرطة. ثانيا، افتتاح مطار حمد الدولي. ثالثا، إنجاز مشروع ميناء حمد بوابة قطر للتجارة البحرية مع العالم عام 2017، وغيرها من الأعمال التي تم دراستها. السؤال الرابع، ما هي المرتكزات التي حددها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدورة 72 في نيويورك لعام 2017؟ نشوف أهم مرتكزات كلمة الشيخ تميم. أولا، حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي من أولويات دولة قطر. ثانيا، مواصلة دولة قطر جهود في الوساطة لإيجاد حلول عادلة في مناطق النزاع. ثالثا، التأكد على بذل دولة قطر الجهود في العمل على تعزيز دور الأمم المتحدة في تحقيق ما ينشده المجتمع الدولي من سلم وأمن في المنطقة. السؤال الخامس، اثبت بالأدلة صحة العبارات الآتية: أولا، نجح سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تحصين الجبهة الداخلية، وذلك أثناء الحصار. اتضح ذلك من خلال التفاف الشعب القطري وكل من يعيش على أرض قطر حوله. ثانيا، بذلت القيادة القطرية جهودا في الحد من آثار الحصار الاقتصادي. ما هي جهود الشيخ تميم للحد من آثار الحصار الاقتصادي؟ أولا، تأمين البلاد من جميع ما تحتاج إليه من المواد الغذائية والاستراتيجية. 2، اتباع سياسة تشجيع الاستثمار. 3، تعزيز دور الصناعة المحلية. وبكده بنات الحبيبات نكون انتهينا من الدرس الثاني
في الوحدة الخامسة، سمو الشيخ تميم بن حمد وأهم أعماله. بإذن الله الحصة القادمة سوف نقوم بحل تدريبات الدرس. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.